دكتور ليث تحياتنا. مرحبا. مرحبا أخ ياسر. الله يعطيك ألف عافية. بوجه لك تحية وعلى كل القائمين على البرنامج. تسلم يا حبيبنا، الله يقويك. أنت بنيوكاسل في 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 إنجلترا. أنا بنيوكاسل. خليني أنا كم دقيقة معايا أخ ياسر؟ أنت معك كل الدقائق اللي بدك إياها، أمرني. حبيبي الله يخليك. خليني بس أحكي لك قصة اليوم، إنه إحنا جينا بدورة قصيرة. أنا لا أتكلم على المقيمين. طبعا يحق لكل أردني الرجوع للوطن، هذا لا خلاف عليه 100%. بس بالبداية أيوة بالبداية بس بدي أوجه تحية لملكنا الغالي، في طلع علينا برسالة إنه هو بيكبر فينا وإحنا بنكبر فيه. هو بكمل رسالة ملكنا الغالي الحسين طيب الله تراه، واللي إنسان أغلى ما نملك. وجه له تحية، كل التحية مني لإله، إن شاء الله يسمعني يا رب. فاليوم إنه إحنا اليوم إحنا كالتالي، في ناس أخ ياسر إجوا من خلال دورة أو امتحان زمالك، مع في أخت طلعت معك حكت على الموضوع، أو سياح لفترة قصيرة. اليوم يا رب الله يجعلني بس صوت ابن السبيل، فإحنا نعتبر هون ابن السبيل. المقيم إن شاء الله، لأنه المقيم بكون الفيزا تبعته عبارة عن تاير فيزا، بكون له معاه وقت، يعني قبل ما يطلع على بريطانيا بكون هو مرتب أموره، سواء دفع للجامعة أو مرتب أموره من خلال السكن، وعارف مثلا السكن كم بده يدفع، لكذا كم بده يدفع، فبكون عارف هاي الأمور. فاليوم أنا رسالتي للناس، للأشخاص هذول اللي هم اللي طلعوا في دورة أو امتحان مزاملة أو سياح لفترة قصيرة. دكتور ليث، دكتور ليث، دكتور ليث، تقدر حبيبي بس تثبت يا ليث يا حبيبي، تقدر بس، لأنه أنا عارف أنه أنت حماسة ومتوتر، بس ثبت حالك شوية لأنه مش عم نلحق وراك. حبيبنا الله يخليك. الله يخليك. أيوة. فاليوم إحنا تقطعت فينا السبل، يعني إحنا نعتبر اليوم خلصت فترة الفيزا تبعتنا، لأن أنا اليوم التايد الفيزا اللي هي short term student. أوكي. اللي هي دورة نعم. قصيرة. نعم. أو في مثلي مثلا دكاترة زملائي اللي طلعوا امتحان مزاملة، أنا دكتور علاقات دولية مش دكتور طبيب. نعم ما شاء الله. حبيبي الله يخليك. طلعت بس أنجز هاي الدورة وأرجع أثري السي في. ففي مثلي كثير، أنا إن شاء الله الله يجعلني صوت ابن السبيل يا رب. فأنا اليوم اللي هو اللي فيه غموض يا أخي ياسر في الموضوع، يعني أنا بعطيك مثال. اليوم ما طلعت علينا جهة رسمية سواء وزارة الخارجية أو شغلة إنه بس تخبرنا خبر في موضوعنا، لأنه وإحنا مش طالبين أخ ياسر، إحنا مش طالبين نرجع أو نعرض حدا للخطر، يعني إحنا بنحب بلادنا، وهنا بحيي الأردن من شمال لجنوب وشرق وغرب. أنا ما برضى يعني أنا ما برضى على حالي أعرض ابن بلدي للخطر. حلو. فأنا سواء إني أعمل سكشن فحص قبل ما أرجع في الأردن، هاي وارد، أنا يمكن لأني بقرأ الأخبار، وارد إنه يعملوا سكشنات فحص في هاي الأيام قبل ما إذا بيصير في إجلاء وكذا. نعم. وأخ ياسر، يعني والله العظيم كان أنا عتبي وحزني لما قرأت خبر إنه يعني بحيي دولة لبنان كله وشعبها وكله، إنه لبنان إلى الآن تقوم بإجلاء طلابها. عرفتي؟ هذا الإشي بحزنني. لأنه إحنا دستور في المادة 9 من الدستور الأردني بحقوق الأردنيين، لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة. 2، لا يجوز أن يحضر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبنية في القانون، وكنا تحت القانون. لكن المطلب اليوم آلية مدروسة تقوم على الأحقية بالرجوع إلى أرض الوطن. أشكرك جزيل الشكر. طيب، الأولوية تكون لابن السبيل. تسمح لي إذا أمرت. أنت الآن يعني أنا أعطيت الوقت لأفهم النقاط الأساسية اللي بتحكي فيها. حضرتك دكتور علاقات دولية، وأخذت نص من مادة من دستورنا الأردني فيما يتعلق بموضوع إقامة الأردني. أولا، الفقرة الأولى ليس لنا علاقة فيها بهذا النص، لأنه الأمر ليس إبعادا. أنت خرجت اختيارا في دورة وتقطعت بك السبل. إذا أنت أخذتها كلها معلش بس اسمح لي أكمل، والله غير أشفي غليلك. إحنا الآن عم نحكي قاعدين بشخص أنت اخترت أن تأتي تحت وصف
مقطوع السبيل أو عابر السبيل أو ابن السبيل حالياً. جميل جدا. الآن إحنا في عنا أكثر من شق حضرتك بتحكي فيه اللي هو موضوع انتهاء الفيزا وهي محدودة، وبالتالي إذا كان في برامج مساعدات في الدولة اللي أنت مقيم فيها لا يشملك، ونفس الأمر كان بجوز بصعوبة أكثر قبل أسبوع قبل ما يكون في هنالك فتح لباب شركات تعمل بالصرافة والحوالات وبنوك تعمل وتؤدي نفس الغرض. الآن اللي احنا بنحكي فيه كالتالي يا سيدي: لبنان، الإمارات، أي دولة في العالم، كل دولة لها حق السيادة على إقليمها ولها حق السيادة بفرض قوانينها التي تحقق مصلحتها. الآن بهذه الظروف نحن نسمى واقعين تحت ظروف قاهرة. الظروف القاهرة تجعلنا أنه إحنا إذا كان في عنا نص دستوري يضمن لكل أردني الإقامة في وطنه صحيح، ولكن الظرف القاهر منعني الآن من تطبيق هذه المادة القانونية، من تطبيق هذه المادة الدستورية. ماذا أفعل؟ أتعامل مع الحالة، أتعامل مع الحالة. إحنا الآن حضرتك بيقدروا أهلك يبعثوا لك حوالات ولا لا؟ أخ يعني أوكي بيقدروا أهلي يبعثوا لي حوالات، لكن هاي عبء مالي إضافي. جميل جدا، جميل، ماشي ماشي. اللي بدي أحكي لك يا أخي ياسر، بيعرفوا كل الإخوان بالسفارة البريطانية ندفع في الأسبوع وليس بالشهر. صحيح صحيح، ما أنا هذا اللي بحكي لك إياه الآن. إحنا في عنا يا سيدي صناديق قاعدة تؤسس، وبنفس الوقت إحنا عارفين تماما بأنه مقدرة الإنسان ماليا في ظل هذه الظروف وتعطل منشآت ومؤسسات ووظائف ودفع أنصاف رواتب وشكاوى ما بين موظف ورب عمل بأنه دفع لي وما دفع ليش ربع ولا نص. إحنا الآن في حالة، هذه هي الظرف اللي بنسميه إحنا طارئ، الظروف القاهرة. الآن تمام، الآن إحنا بنقول يعني مثلا اليوم خليني بس أخي ياسر خذني بحلمك. يوم ظرف استثنائي والسفير هو دبلوماسي، وعمل الدبلوماسي هو علم يدرس وفن يتقن. صحيح. وفن إدارة الأزمات. صحيح. يعني بدك تتعامل مع الحالة اليوم. صحيح. اليوم صلنا من قرار المنع داخلين على شهر من قرار المنع، صحيح أخي ياسر؟ صحيح. ولا يوجد خبر يطمننا. احنا انا بحكي لك عن ابن السبيل اخي ياسر. تواصلتم مع السفاره في لندن؟ انا والله بعثت لهم ايميلات، كل يوم ببعث ايميلات. اها طيب، اذا هذا يا دكتور ليث اللي احنا بنحكي فيه. نعم. بما انه الظرف قاهر، وبما انه احنا بنحكي الان حركه طائرات معدومه على الاردن، لا خروج ولا دخول. صحيح. وبما انه احنا قاعدين بنحكي برضه بالنسبه لبريطانيا، بعرفش بالنسبه للسفر، والآن عملية إجراءات لوجستية بأنه والله عمي كم شخص موجودين عندي على الأراضي البريطانية، يعني هل أنا باجي أشكرك والرقم يقلص أخ ياسر، الرقم يقلص من خلال ابن السبيل. يعني مثلا أعطوا الأولوية للدورة، ما هو أبعطيك مثال، أنا أمثل لشان أريحك. اللي هم الدورة قصيرة الشورت، يعني يكون الأحقية لحسب اللي من خلال التايب فيزا، ديننا الحنيف ورسولنا الأكرم وأولى لك فأولى. هذا أمر مقدر، ولكن إحنا بنحكي دائما بأنه لا يستطيع شخص جالس في موقع ما أنه إحنا يقدر الظروف فقط بما يتناسب مع ظروفه. يعني الآن لو تيجيني ست أردنية مقيمة موجودة في بريطانيا من 20 سنة وإلها ابن مقيم في الأردن لحاله، بدها تيجي تقول لي طيب وأنا ابني، فبدي أدخل بقاعدة. وإحنا اللي بنحكيه سيدي إنه لا تشك أنت وأي من أبنائنا الموجودين خارج حدود المملكة بغير سبيل الإقامة بأنه هذول الناس لا يشكلوا كل يوم خلية دراسة كيف نحل الموضوع. ولكن حتى إحنا نيجي نقول والله مسؤولنا بفكر يجيب الدكتور ليث يرجعه للأردن، البيئة الحاضنة اللي بدها تستقبلك بدها تكون على الأقل آمنة. صحيح؟ كلامك صح. فالعملية صبر،
تعاون ما بين دكتور ليث أهل ليث وإحنا كأردنيين إحنا أهل لليث، وبنفس الوقت زيادة تنسيق عن طريق سفارتنا بلندن. نبقى متواصلين معك وإن شاء الله أنه ما منقطعك، نتابع أخبارك أولا بأول، وفي مثلك زي ما بيقولوا مثايل يا دكتورنا. أيوة أكيد، ولكن اللي 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 من خلال منبرك الكريم اللي طلع فيه جلالة الملك وقال أعتز وأنتم كبار، يقصد الأردن المقيم في الأردن والمقيم والمقيم خارجا، فلا تهزن لا يعني لا تهك الهم ولا تحزن، إن شاء الله إن شاء الله القرارات جاية، ولكن زي ما قلت لك لابد أن تكون البيئة موائمة حتى يتم استقبال أبنائنا اللي موجودين برا. أنا الحزن غلط يا دكتور، الرسول الصالح أنه ما نحزن. لا 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 أنا بحكي إن ولا تهنوا ولا تحزنوا يا سيدي. سيدي أخ ياسر، إن للمحن أعمار كأعمار بني آدم لابد أن تنتهي بالنهاية. أها بس صح. بس الواحد بيوصل رسالة أخ ياسر، وإن شاء الله إنه رسالتك وصلت، لتوجيه الضوء على الناس اللي صارت قعدتهم عبء. صحيح فقط. صحيح، عبء نفسي وعبء على أهلكو، وبلا مؤاخذة الحمد لله اتصلوا فينا ناس. اسمع شو أخريتها دكتور أخ ياسر يا حبيبي، شو أخريتها؟ فيروس موجود بكل العالم. طيب بالنهاية احنا بقول لك آخرتها إنه الظروف القاهرة تتلحلح وتكون البيئة اللي هو وطنك الأم قادر وفعلا جاهزين إنه احنا نستقبل أبنائنا في بيئة مريحة وصحية. أشكرك جزيل الشكر، كله الأردن أشكرك. شكرا يا حبيبنا، شكرا على وقتك، شكرا. اطمئن.